سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى تكون اموركم كلها مزيانه وتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه. اليوم فيديو جديد ودرس جديد. اليوم ان شاء الله غنديروا مع بعضياتنا واحد الدريس ديال الجوج. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ويجيكم سهل. بسم الله. مهم حنا نديرو في الأرز في الثوب بحال هكدا. هما البنات كيما كنقول لكم، بغيتو ديرو الحلقة هاد الدائرة ديروها، ما بغيتوش ديرو الطريقة الأخرى اللي كنوريكم بحال هكدا. بغيتو ديرو ديك الدائرة، بغيتو ديرو بحال هكدا، بحال هكدا كيجي ساهل، يجي ساهل و تيجي قريب حدا يدك، عاد بقي دوري في الخيط بحال هكدا. راه نفس الطريقة الغرزة اللي كدير هاديك الدائرة. ملي كدير الدائرة كدير هاد الطريقة هادي. مهم تنديرو هاد الدري بحال الدريس ديال واحد، كنديرو في هادي كنديرو فيها العوينه، وهاد الثانيه ما كنديروش فيها العوينه. من بعد كننتقلوا لهاديك الثانيه وكنديرو جوج لويات عاود بحال هكذا. من بعد كنرجعوا في نفس البلاصه في نفس العوينه، كنديرو هاد الطريقه بحال هكا، كتكوننا عاود عوينه اخرى. كنهبطوا لتحت، يعني ديك البلاصه التحتانيه كاع مره من هاد الثوب، كنديروا واحد الغرزه درانطه، كننتقلوا عاود للثوب، كنديروا غرزه درانطه، كنديروا عاود ما بين هاد السنينه وهادي، كنديروا غرزه جوج لويات. من بعد كنعاودوا نرجعوا فيها، كنديروا العوينه، العوينه اللي كنضربوا فيها من بعد، عاود كننتقلوا هنا، كنعاودوا ثاني نديروا جوج لويات. من بعد كنرجعوا عاود لهذيك العوينه اللي درنا في الاول، عوينه واحد كنوي جوج لويات، كنعاودوا فيها نيت نفس العوينه، كندير وعاود واحد العوينة اخرى، كنجيو لهنايا لتحت، كنعاودو نتقلو للثوب، كنديرو جوج لويات، كنعاودو نديرو الطريقة هادي ديال الحلقة. نعاودو ننتقلو للثوب، كنعاودو نديرو جوج لويات عاود. المرة الأولى كنديرو ديك العوينة، المرة الثانية ما كنديروهاش، كنعاودو نرجعو عاود في ديك العوينة، كنلويو جوج لويات عاود، كنعاودو نرجعو فيها نيت هي، كنعاودو نديرو هاد العوينة في الراس. تيجي زوينة البنات هاد الطريس، كيجي واقف، يجي متقون، اللي جربو يجي متقون من التجربة الأولى. جوج لويات، هانتوما البنات هاد الطريقة هادي هي نفسها ديال هاد. إلا درنا الخيط بحال هكدا على يدنا الشمال بحال هاي، إلا درنا عاود بحال هكدا، ها كنشدو هاد الخيط اللي خارج من البرا، كنديرو فوق الإبرة. ها أنا كتجيني هاد الطريقة هادي سهلة، سهلة على الطريقة الأخرى. ها نتوما ديرو اللي غتجيكم سهلة، ديرو جلويات،
كنعاودو نرجعو في نفس العين، كنديرو عاود هكدا، نديرو هاد العوينه، كنضربو بسفس، كنتصقلو عاود للتوب، كنديرو جوج لويات، نتمنى يكون واضح. نضربها في التوب، كنجيبو هنايا ما بين هاد السنينة وهاد السنينة، كنضربو هنايا، كنلويو جوج لويات، وكنعاودو ننتقلو لهاد العوينة الفوقانية هاهي بحال هكا، كنلويو عاود جوج لويات، كنعاودو نرجعو فيه هانيت نفسها، كنرميو الخيط بحال هكا، كنديرو ديك السنينة الفوقانية، وكنعاودو نرجعو ما بين السنينات اللي ضربنا فيها في الأول، ما بين هاد جوج سنينات، يعني هي فين كنساليو هاد الدريس، حتى الدريس سوس يجي زوين في القفيطنات، عاود في الجليلبات، كيجي في اليدين، كيجي في العنق، كيجي في الجلايل، المهم كيجي زوين مع ملاقية، كيجي واعر، قفيطنات هكا خفيفين ديال الدار، تيجي شي حاجة اللي راقية وزوينة، المهم تيجي زوين، تيجي الدريس واقف ومتقون. يعني بحال كتخدمي عيب واحد اليد، كتخدمي من الجهة الأخرى، كتبقي تخدمي بجوج يدين، كتعاوني بهادي وتعاوني بهادي، دابا كتخدمي عيب هاد اليد وصافي، هادي يعني غير شادة بيها وصافي، كتكوني كتتحكمي في الخدمة ديالك. نتمنى يكون واضح، كان باين، راني تقاضى ليا الخيط، كيبغي يتقاضى كيبقى يتشمسف، كمل بيها هاد السنينة هادي، وغندير خيط آخر.
مهم البنات، هذا هو الكريس ديالنا، نتمنى يكون يعجبكم وتجربوه وتكتبوا لي في الكومونتيرات كي جاكم، ولا بانت لكم شي حاجه من شي هذه قولوها ليا. والسلام عليكم البنات، الى فيديو جديد ان شاء الله.